نتحدث عن الوضع الإنساني في قطاع غزة اليوم، كيف تصفونه وما هي الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع؟ شكرا للاستضافة. الوضع الإنساني من سيء إلى أسوأ، يعني هو نفس الحديث، نفس الاحتياجات، مياه الشرب، الوقود، الأدوية، البطانيات، الخيام، كل ما يخطر على البال هو من الاحتياجات. ولكن الاحتياجات الأول والأكبر هو وقف إطلاق النار حتى نتمكن من دفع المساعدات إلى من يحتاجها. هذه مسألة غاية في الأهمية، ولا توجد الحقيقة أي مؤشرات عن يعني اقتراب وقف لإطلاق النار، وإن كنا نرجو ذلك فعلا من الله. ما يحدث أنه في رفح مثلا هناك ترقب من أن يتجه العمل العسكري إلى تلك المدينة الصغيرة التي تضاعف عدد سكانها 5 أضعاف. هناك في الشمال، شمال قطاع غزة ومدينة غزة، طبعا الوضع هو كارثي أكثر مما هو في رفح. حتى الآن سجل انضمام 10 أطفال براء إلى الضحايا لصالح الجوع ولصالح سوء التغذية. التقارير كلها تفيد بأن الوضع سيتجه إلى نفق مظلم أكثر. وكنت قد ذكرت مرة من المرات تقرير صدر في 19 من شهر فبراير، أصدرته مؤسسات مرموقة جدا في الطب والصحة والصحة العامة والاستوائية، منها جون هوبكنز وغيره وكلية لندن، قالوا ووضعوا سيناريوهات الحقيقة. قالوا إذا توقفت الحرب الآن، نحن نتوقع حتى لو توقفت فورا في ال6 أشهر ما بين فبراير وشهر آب، نتوقع 6550 وفاة إضافية، ريثما يتم إعادة يعني تمديد شبكات الصرف الصحي والمياه ووصول الأدوية وإخراج الجرحى وغيره. والسيناريو الثاني كان إذا استمرت وتيرة القتال على ما هي عليه، فهناك طبعا رقم مهول جدا من الضحايا الإضافيين. والسيناريو الثالث قال إذا تصاعد القتال، وطبعا الرقم صادم بشكل أكبر. ما يجري في قطاع غزة الحقيقة كسر كل المقاييس. لا يوجد حرب أخرى في يعني سجلت في هذا الوقت الزمني القصير سقط فيها هذا العدد من، مثلا عدا عن المدنيين، أطباء، صحفيين، الدمار في المستشفيات، في سيارات الإسعاف. يعني أكاد أقول هناك حرب واحدة يعرفها البشر كسرت رقم آخر، طبعا ليس المجال هنا لذكرها. فما يجري في قطاع غزة مأساوي، والمأساوية تزداد إنه كله يجري على مرأى ومسمع من العالم الذي بدأ أخيرا بإسقاط يعني بعض المساعدات من الجو على استحياء، يعني لأسباب كثيرة جدا على رأسها حفظ ماء الوجه لتلك الدول التي تسقط. يعني أنا أتحدث تحديدا أكثر عن الدول صاحبة الوزن وصاحبة الفعل، صاحبة قرار النقض الفيتو. الأجدر كان من إسقاط المساعدات هو عدم استخدام قرار نقض الفيتو الذي بموجبه لم يتم أبدا التوصل إلى وقف إطلاق النار. باقي المساعدات التي تصل عبر الشاحنات، نتحدث هنا عما حدث في شارع الرشيد وما يحدث حقيقة في كل مرة تصل فيها شاحنات المساعدات، استهداف مباشر للمدنيين هناك. هل هناك تنسيق معكم فيما يخص توزيع هذه المساعدات في الشمال؟ يعني لم ندخل إلى الشمال منذ 23 من شهر يناير سيدتي. هناك عشرات المحاولات، ما بين محاولات وكالة الغوث ومحاولات مؤسسات أممية أخرى للدفع ببعض المساعدات إلى الشمال من خلال التنسيق طبعا مع الجانب الإسرائيلي، ولكن نجحنا في 10 أو في 12 منها فقط. ما يجري هو محاولات جدا الحقيقة للالتفاف على وكالة الغوث تحديدا، كونها هي شريان الحياة وكونها المؤسسة الأممية صاحبة البنية التحتية والقدرة الأكبر على تقديم المساعدات. وهذا طبعا تجلى في موضوع ما حدث في دوار النابلسي وشارع الرشيد، وكلنا طبعا رأينا التقارير. هذا يثبت بالضبط ما كنا نقوله من البداية، أنت لا تستطيع أن تتجاوز وكالة الغوث عندما يجري الحديث عن توزيع مساعدات لهذا القدر الكبير من الناس. يعني المساعدات تدخل، لدينا جيش من الموظفين بإمكانه العمل، ولكن هناك طبعا محاولات سياسية لتجاوزنا وتجلت من خلال الأخطاء الكارثية التي حدثت. يعني إذا سمحت لي أستاذ، ماذا يفهم العسكر مثلا في خط الفقر المطلق أو خط الفقر المدقع؟ ماذا يفهم العسكر في معادلة الانحراف المعياري في تحديد الفقراء والاحتياجات من الناس؟ هل لديهم باحثين اجتماعيين؟ هل لديهم، يعني هناك أسئلة كثيرة تطرح، كلها محاولات لتجاوز وكالة الغوث وقد أثبتت فشلها حتى الآن. لم يحدث يعني لم ينتج عنها إلا المزيد من الضحايا البرآء على دوار النابلسي وغيره. طيب، فيما يخص عودة المفوضية الأوروبية لتمويلها لوكالة أونروا، يعني حدثنا إلى حتى اللحظة كيف تأثرت الوكالة بقطع الإمدادات وقطع
المنح. يعني بعد الشكر على القرار الذي أعاد بعض الأمور إلى نصابها الطبيعي، طبعا بكل تأكيد كما كنا قد قلنا كانت قرار الدول المانحة ومنها 7 من كبار، يعني 7 من 16 تعد من كبار الدول المانحة لدينا في وكالة الغوث، قرار أقرب إلى الضرب القاضية. نعم يعني كان ينقص الكثير من التعقل والتروي، ولكن بفضل الجهود سواء منا في وكالة الغوث أو حتى من الناس الحريصة على وكالة الغوث، وهناك دول وأصدقاء حريصين فعلا على وكالة الغوث، أصبحت الأمور تتجه باتجاه تعديل المسار. ولكن هذا طبعا مع الشكر الجزيل غير كافي، يعني الأموال التي كنا نتوقعها من الدول التي علقت دعمها مع من بداية العام كنا نتوقع 450 مليون دولار، مقرر المفوضية الأوروبية أنه عشرات ملايين الدولارات، بالتأكيد نحن يعني شاكرين لذلك، ولكن نحتاج ونسعى أيضا إلى دفع المزيد من الدول للعدول عن قرارها، وإلا سنواجه يعني لا نزال الحقيقة نقول سنضطر لمواجهة الشبح الكارثي المتمثل ب لا قدر الله وقف عملياتنا ليس في قطاع غزة فقط، وإنما أيضا في كافة مناطق عملياتنا وعددها 5 بالإضافة طبعا يعني قطاع غزة و4 مناطق عمليات أخرى. شكرا جزيلا لك.